اهلا بيكم طلبة الصف السادس الابتدائي. موعدنا النهارده مع يونت 8، هنكمل يونت 8. طيب نراجع حاجة بسيطة قلناها المرة اللي فاتت، اتكلمنا عن الويذر اللي هو الطقس، وقلنا ان الطقس ممكن يكون هوت وممكن يكون ايه كولد. فلما اجي اقول اتس هوت يعني الجو حر ان ذا سمر، يبقى الجو بيكون حر ان ذا سمر يعني في الصيف. اتس كولد الجو بارد، الجو بارد in the winter، يبقى in the winter يعني في الشتاء. بدأ نكمل بقى مع المانس اللي هي الشهور. عندي شهور السنة there are 12 months in the year، يعني في 12 شهر في السنة. في 12 شهر، أول شهر اسمه January، February، March، April، May، June، July، August، September، October، November، December. يبقى دي بنسميها months اللي هي الشهور، months of the year يعني شهور السنة. عددهم كام يا مستر؟ عددهم 12 يعني 12. هقوله مرة تاني: January، February، March، April، May، June، July، August، September، October، November، December. المانس الشهور دي بتتقسم ليه يا شباب؟ November، December، January دي شهور winter، شهور الشتاء. February و March و April بتتسمى دول بيبقوا شهور السبرينج اللي هو الربيع. June، July، August دي شهور السمر اللي هو ايه؟ الصيف. ممكن اقول سبتمبر واكتوبر ونوفمبر دي كده شهور الفول الخريف. طيب لو انا عايز اسال صاحبي واقول له امتى عيد ميلادك؟ متى يعني وين؟ متى يعني ايه؟ وين. فهبدا ب when is your birthday، when is your birthday على بعضها when is your birthday، when is your birthday معناها متى عيد ميلادك. البيرثداي اللي هو عيد الميلاد، هرد عليه اقول له اتس اون. خد بالك من حاجه، انا لو عندي ديت تاريخ زي مثلا 24 مارس، عايز اقول ان عيد الميلاد ده يوم 24 مارس، هنكتب في الاجابه اتس لان ات هنا بتعود على البيرثداي حاجه بالعربي. لازم ما اخد بالي يا سنه ثالثه ان قبل التاريخ لازم نحط اون، ما ينفعش ان وما ينفعش ات، لازم اقول اتس ايه اون. It's on واكتب الشهر بتاعي هو March، اكتب الشهر اللي هو ايه؟ March. وبعدين بنكتب اليوم بتاعنا اللي هو هنا ال 24، بس ال 24 هنا هنضيف عليها دي اتش وهشرحها لك دلوقتي جت منين، فتتنطق 24 24 مش معناها 24، لا الرابع والعشرين. مستر انا لما اجي اتكلم عن التاريخ ما بتكلمش واقول 1 2 3 غلط. ما ينفعش اقول النهارده اول الشهر اقول 1 او اقول النهارده تاني يوم في الشهر 2 او 3 غلط. يبقى نعمل ايه يا مستر؟ الترتيب في الشهر او في التاريخ بيكون بالترتيب اللي قدامنا ده. لو اول يوم في الشهر نقول ذا فيرست، تاني يوم ذا سكند، التالت ذا ثيرد، الرابع ذا فورث. يبقى انا هنا فيرست سكند ثيرد فورث. بنعملها بالاختصارات ازاي؟ بكتب 1 واحط عليها اس تي اللي هي نهايه فيرست، بكتب 2 واحط عليها ان دي نهايه سكند، بكتب 3 واحط عليها ار دي اللي هي نهايه ثيرد، بكتب 4 واحط عليها تي اتش اللي هي النهايه بتاعتها بتاعت فورث ونحط تي اتش. يبقى احنا فيرست وسكند وثيرد هما بس فيرست بتاخد اس تي، سكند ان دي، ثيرد بتاخد الار دي، باقي الشهر كله هياخد الايه؟ التي اتش. ما عدا برضه خد بالك ان هنا اسمها 21st بنحط عليها اس تي، 22nd بنحط عليها ان دي، 23rd بنضيف لها الار دي. طيب في اكسرسايز خفيف كده، birthday August is my on. هنا عايز ابدا واقول عيد ميلادي، ببدا بالملكيه اللي هي ماي، فاقول ماي ماي يا شباب ماي birthday. اقول ايه؟ my birthday. يبقى هنا my birthday يعني عيد ميلادي
My birthday يعني عيد ميلادي is on واكتب August اللي هو الشهر بتاعنا August 5th يعني 5 مضاف لها ال TH يبقى معناها الخامس من أغسطس وفي الآخر ال full stop. Your when birthday is عايز أسأل وأقول له إمتى عيد ميلادك؟ متى يعني when؟ when وراها الفعل المستمر بتاعه هو is هو معناه يكون متى يكون when is عيد ميلادك مش هينفع اقول birthday بس لازم اقول your birthday لو عيد ميلادي انا هقول my birthday عيد ميلادك انت your birthday يبقى when is your birthday when is your birthday متى عيد ميلاد May it on fifth it. هنا الاسم الاخر هنبدا ب it. it وراها الاسم هتبقى it. احنا لسه قايلين ان الديت التاريخ لازم يكون قبله on. لازم يكون قبله ايه؟ on. فنقول it's on واكتب المانث الشهر بتاعي اللي هو May وبنضيف لها اليوم بتاعي اللي هو fifth فنقول it's on May fifth يعني في الخامس من May. يبقى احنا كده سنة تالتة النهاردة اتكلمنا عن months of the year شهور السنة قلناهم واتكلمنا ازاي اسأل عن عيد الميلاد وعرفنا ان انا بسأل ب when وعرفنا ازاي نكتب التاريخ في الاجابة وان انا احط قبليه on وعرفنا ان الشهر بتاعي لما اجي اقول واحد اثنين ثلاثة ما بقولش one two three لا بقول الاول the first الثاني the second الثالث the third الرابع الفورس أتمنى تكونوا استفدتوا وشوفتكم فيه